ثورة ويومها كان وقت حياته روحه للجموع الثورة تعيش مهما كان دكتور سعيد كان واقف منا طول اليوم سعيد راح يوم ما خدنا عقل الشباب رجعنا نشوفه من جديد دمك هيكون شرارة ثورة تاني من جديد ثورة ترجعنا تاني الايد في الايد ونعيش احرار مش عبيد الواضح انه الاحداث مشتعله في بورسعيد الاخبار اللي جايه من هناك على وكالات الانباء ومن خلال يعني المواطنين المتواجدين في بورسعيد بيؤكدوا انه بعض من المحتجين والغاضبين قطعوا الطريق الصحراوي ما بين الاسماعيليه بورسعيد و حطموا مقر الكمين على مدخل المدينة. وكالة الأناضول كمان بتتكلم على تحطيم عربية التلفزيون المصري من قبل المواطنين الغاضبين. بعض أخبار أيضا عن محاولات اقتحام لاسم العرب واسم شرطة العرب واسم شرطة شرق ومش متأكدين لو تم التمكن من الاقتحام أم لا، ولكن الواضح أنه الوضع مشتعل والمواطنين هناك بيقولوا الوضع خطير جدا بأقصى حد مما ممكن أن نتخيله. يعني أنا بقول لك أنه القصة لم تنتهي، وهنا انه معروف انه هو هيدرك بقى الناس بعد شويه ان الاحكام دي كلها رايحه لمحكمه النقد وهيدرك الناس بعد شويه انه الداخليه ما حدش يتحاسب فيها، فالالترس لسه عندهم بقى معركه مع الداخليه. العدل لم يتحقق، مش عشان القاضي اصدر حكم عمل ايه، العدل لم يتحقق لان البدايه البناء اللي اتبنى عليه هذه القضيه لم يكن يهدف للعدالة، كان هادفا يهدف إلى تريح الناس، مداعبة الناس، امتصاص غضب، امتصاص غضب، أي كل الكلام اللي هو ملوش علاقة بالعدالة واللي هو ما عادش ينفع، واللي هو النهاردة أنت بتقفل في حتة فهتفتح لك في حتة تانية. عشان كده هذا العناد اللي موجود في السلطة هو بيؤكد على شيء أنا في الحقيقة يعني ما كانش نفسي يبقى موجود. يعني نفسي الواحد يطلع كلامه غلط، أو كان أنا الواحد عشان يعني عادنا نقول ان هم ما عندهمش غير بناء نظام سلطوي جديد على طريقه مبارك. يعني احنا يعني اول واحد كان بيتقال الكلام ده ما كناش بنصدقه، لكن هم طلعوا مصدقينه اكتر مننا. طلع ما عندهمش غيره، طلع ما عندوش ان هو يؤسس لشيء تاني، هم فعلا ما عندهمش شيء، ما عندهمش حاجه تانيه، وهنا حتى ما عندهمش اللي يحافظوا بيه على تنظيم بقاله 84 سنه، ما عندهمش اللي يجي تقدر تبني بيه جسور ثقة مع مجتمع بهذا الاتساع. هم يعني كانوا في عالم افتراضي، هم في خواقع، هم قاعدين في قلاع او في خواقع او في يعني ما وطالعين. طب الكل خايف والكل مرعوب والكل مش عارف والكل بيطرح السؤال احنا رايحين على فين؟ يعني هذه الدوامة والدايرة المستمرة للعنف اللي بتزداد كل شوية عن الفترة اللي قبليها هتاخدنا لفين؟ في ظل بنقرا تصريحات اتهامات انه مثلا بلاك بلوك اللي قاموا بالاعتداء على مقر اخوان اونلاين انه دول بقياده واحد من المسيحيين المتشددين واعضاء كنيسه، يعني في فيلم كبير جدا ولكن قصه احيانا بيصدقها البعض. محاولات ايضا يعني تجنيب يعني قطاعات من المجتمع، ده مقصود ولا بيتعمل بشكل عفوي؟ هل في خوف لدى يعني قوى قائمة على حماية البلاد وإدارة شؤونها، ولا هم يعني مش واصل لهم الدرجة من الخطورة اللي فيها المجتمع كله دلوقتي؟ لا، هم ما عندهمش وسائل دفاع غير استدعاء هذا الخطاب المبتذل، هذا يعني الغيبوبة اللي فيها الإعلام الإخواني سواء كان في مسبيرو أو في قناة 25 أو في قناة أي القنوات دي اللي هو طلع منه الكلام ده، الكلام ده اتقال، اللي انت بتقوليه ما اتقالش يعني ما اتقالش في الشارع. هذا الخطاب طلوعه من فكره كلام الحواري الى الكلام اللي موجود على مستويات رسميه واعلاميه، ده كلام في منتهى، مش في منتهى الابتذال، في منتهى الخطوره، لانه بيدفع الناس، هو بيحرض الناس على انه بيقسم البلد طائفيا،
مين هو عرف منين ان هو مسيحي؟ هو مسكه، هو عرفه، يعني كيف تلقي الاتهامات؟ وبعدين المسيحيين من حقهم المشاركه، انت بتتكلم كل ما ينزلوا كانه هو مشارك، هو غضبان وهو عنده وهو مصري. المصريين لا يعرفون باديانهم. انا مصري لا اعرف بديني. ده هم مش مستوعبين الكلام ده، هم مش فهموش، هم في العكس هم اي قايمه كل شرعيتهم على الفكره دي، الفرقه الناجيه، ان هم بتوع اللي جايين ينقذوا الاسلام في الحقيقه. وهذا الكلام التافه اللي بسمعه من ناس يعني بيطلعوا سخنين ومنتفخين وهم في الحقيقه كلامهم مبتذل، لا يصح ان نسمعه ولا نناقشه. هؤلاء لابد ان يلقى القبض عليهم لانهم بيحرضوا على يعني على القسم، في اعتداء على قطاعات، في اعتداء على النساء في مصر، في اعتداء على الاقباط، في اعتداء على كل من يختلف معي على اعتبار ان هو منبوذ. يعني دي اخلاق ده اللي احنا عرفناه من ساعه حكم او انتصار الاستاذ محمد مرسي في انتخابات فاز بيها بنسبه 51%. طب لو هو كان عندهم اغلبيه اكتر من كده كنا نعمل ايه؟ يعني ايه اللي كان ممكن يحصل؟ هذا العناد اللي هم فيه والإلقاء للاتهامات، طب هيوصلهم لإيه؟ طيب بعد إذن حضرتك أستاذ وائل، إحنا طبعا عندنا عاجل وزارة الصحة، أحداث أمس في ذكرى الثورة خلفت تسعة قتلى منهم تمانية في السويس. إحنا الخبر اللي جالنا وكانت تفاصيله من السيد مدير مستشفى السويس المركزي إنه سبع جثث موجودين في مستشفى السويس، وجثة موجودة في مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وجثة أخرى موجودة في إحدى مستشفيات القاهرة. إذن تسعة في السويس مش تمانية في السويس، وده حسب تصريحات السيد الدكتور مدير مستشفى السويس المركزي. فهنا في تضارب ما بين تصريحات وزارة الصحة وما بين مدير مستشفى السويس المركزي، وطبعا في إشارة إلى أنه في يعني حالة وفاة أخرى واستشهاد لمواطن مصري في محافظة الإسماعيلية، يعني لفت بس نظري فوجب التنويه. وده يمكن جزء من المشهد هذا، التضارب ما بين يعني مدير مستشفى ومسؤول في وزارة صحة معنية بإعطائنا تفاصيل لأعداد ضحايا وشهداء ومصابين. الحقيقة يعني أنا وقفني امبارح مشهد في مشرحة السويس. ليس هناك دولة في العالم تسمح لأحد بالتصوير في المشرحة. وليس هناك، بس ده عادي، أنت بتتكلم على مستويات تانية، احنا بس ليس هناك دولة في العالم بيعالج فيها الناس مرمين على الأرض، في ناس بتترمي على الأرض. بينما الرئيس محمد مرسي غضب لأن هناك من أساء أو كسر مراية سيارته وهو بيعبر منه. يعني هنا الثورة إذا كانت قد حققت شيء فقد حققت المواطنة، أن المواطن هو سيد الدولة والدولة ليست سيد. مش أنت عشان أنت في السلطة أنت اللي عندك معنى وأنا ما عنديش معنى. اللي عملته الثورة أن أو هي باتجاه إيه؟ أن تكون هذه الدولة التحول الأساسي. سيبك بقى من كلام ايه، اللعب بالكلام حوالين الديمقراطيه، طب الصندوق وبعدين تيجي تقسم. التحول الاساسي في مصر ان الدوله دي تبقى دوله السكان، من يسكنونها، وليس دوله سلطه عايزه تروض قطيع ما من اجل ان تستمر. ده فرق كبير احنا لسه بنعديله والناس عايزه تروح له. كل واحد في مصر بيريد الان ان يكون مواطنا كامل الاهليه. السلطة تريد أن يكونوا قطعانا ورعيا، رعايا. ده الموضوع. طيب اسمح لي أستاذ وائل، ده بث حي من أمام سجن بورسعيد ومن على موقع جريدة الوطن. طيب مازال التجمهر ومازالت الأعداد موجودة، ولكن طبعا مش بالكثرة اللي كنا شايفينها الصبح. اتفضل استاذ وائل، واسفل المقاطعه. لا ولا يهمك. انا بقول لك ده العناد ده انا شخصيا محتار فيهم. يعني يعني ما عندكش اي حاجه، اي اشاره ذكاء او اي اشاره ما تخليك تدافع عن نفسك، يعني تخرج من ده.
عايز ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ لن تحكموا شعبا بهذه الطريقه. يعني ده الموضوع خلصان. النهارده، بكره، بعد كده. انتوا متصورين ان الحكم ده هو الفرصه الاخيره. هم عندهم تصور ان الحكم ده هو الفرصه الاخيره. الديمقراطيين والليبراليين والمجتمعات لا تعتبر ان في شيء فرصه اخيره. ده الديمقراطيه والسياسه والثوره يعني عمليه مستمره. طيب في سؤال بيطرح انه هل بعد خروج الحكم بهذا الشكل واستقبال التراس لي بهذا الشكل، هل معنى كده خروج التراس من المعادله؟ وجودهم كقوة منظمه يعني وملتزمه جدا بتوجيهات وترتيبات واجتماعات وتوقيتات وما الى ذلك، يعني واضحه للجميع، ومشاركتهم منذ مقتل الشهيد محمد مصطفى كريكا في احداث مجلس الوزراء، ويمكن وجودهم في اماكن كتير وقت احداث كتير كانت دائما مؤثره. البعض راى انه مذبحه بورسعيد جاءت خصيصا لبين قوسين تاديب الالتراس. هل النهارده بعد هذا الحكم الالتراس هيخرج من المعادله، ولا هيظل موجودا وليه مكانه محفوظ في هذا المشهد؟ الالتراس عنده قضيه اساسيه ملوش يعني الثوره جت انقذت الالتراس من مصائر تانية، مصائر يعني هو عنده قضيه الدفاع عن المتعه، متعه الكوره، متعه اللعب، متعه ضد السلطه. السلطه مش مفروض انها تتدخل في المتعه. ده الاساس اللي بادئ فيه الالتراس من قبل الثوره، واللي كانت عندهم معركه بالداخليه مع ولغايه دلوقتي، وهيستمر الالتراس هنا. هتتقاطع المسارات، هتتقاطع وتيجي وتتقابل وتروح، لكن الالتراس اصبح ادائهم مستلهما عند مجموعات اخرى. انت مش هتعرفي رايحه فين. يعني هنا الالتراس هناك استلهام لتجربته في مجموعات جديدة ستظهر وظهرت. سيتم استلهام التجربة، بس هو هيخرج ولا هيستمر؟ لا، هو هيتقاطع مع الثورة. يعني هو عنده مسار معين. هو الألترس غير سياسي. الألترس ما بيلعبش أدوار سياسية، وكل محاولات أنه يلعب أدوار سياسية لم تنتج غير أنه ما بقاش ألترس، زي المجموعة اللي راحت مع حازمون. ما بقاش التراس، يعني ما بقوش التراس. الالتراس هي فكره متعلقه بالبحث عن متعه في الكوره. ان انت تخش في موضوع تاني في السياسه، انت بس انت ممكن الرحله دي تبقى انت فيها بتوسع الرؤيه بتاعتك، وتبقى عارف ان دي مشكله وطن زي ما كان باينه في الاغاني اللي انت بتذيعيها من شويه، ومشكله الثوره، ويحس ان هو المجتمع كله يعني بيتسع، او ان انت بتقفلها. انا بتصور انه الثوره فتحت قدام الالتراس يعني مجال الرؤيه اوسع، وهيتقاطع مع الثوره وهتقدر تستمر فترات. يعني الواضح انه التجمعات ما زالت مستمره على الرغم من خروج البعض منها. طبعا الكاميرا هي واضح انها محموله، ونتمنى انه ما يكونش في اي هجوم باذن الله على حاملها. حتى الآن الأوضاع تبدو هادئة نسبيا، وطبعا كنا قد يعني تلقينا اتصال من السيد اللواء أسامة اسماعيل مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، واللي أكد استشهاد الملازم أول أحمد البلكي من قوة الأمن المركزي، واستشهاد أمين الشرطة أيمن عبد العظيم، وده خلال المواجهات اللي كانت أمام سجن بورسعيد أثناء محاولة اقتحام هذا السجن، وده في يعني ظل حالات الغضب بعد اعلان الاحكام في قضيه بورسعيد. خبر عاجل، الجيش الثاني يقرر نشر عدد من وحداته في بورسعيد لاعاده الامن. اذا الجيش الثاني الميداني يقرر نشر عدد من وحداته في بورسعيد لاعاده الامن. الجيش الثاني الميداني في بورسعيد، الجيش الثالث في السويس. البعض رأى إشارة أستاذ وائل عبد الفتاح من أنه تواجد وحدات للجيش عند يعني مداخل بعض المدن أو في يعني مدينتين حتى اللحظة تحمل مؤشرات، تحمل إرهاصات، بدايات لشيء ما.
انا ما اعتقدش ان دول دي يعني مدن خاصة، فالجيش ما بينزل يعني الجيش عنده تواجد خاص في مدن القناة، يعني مدن ومدن غيرها. يعني ما اعتقدش انه الجيش عنده تصورات غير ده، بس يعني انه الداخلية لا تستطيع ان تسيطر على ذلك، وانه الداخلية برغم انها عملت امبارح ادوار يعني خرجت فيها عن الحياد اللي كانت فيه او التعامل الحكيم اللي كانت فيه، وكم ضرب كميات رهيبة من الغاز في تحرير أمس ومزبيرو وغيرها، إلا أن الداخلية كمان لسه مش مسيطرة. الداخلية بتحاول أن تستعيد أو ذكرى شراسة قديمة هي مش قدها يعني. والجيش هيقدر يحمي يعني هينزل يعني هيقرر قصدي يحمي هذا المكان، هذه المدن، هذه الحماية لا تعني شيء، يعني لا تعني إلا أنه يعني الأمن في هذه المدن غير مسيطر عليه. طيب احنا دلوقتي عندنا لقطات على الهواء مباشرة من داخل استاد مختار التتش في النادي الاهلي، وتواجد عدد كبير من ابناء النادي والالتراس باعلامهم الحمراء بيحتفلوا جوه النادي. طيب احنا معانا تقرير وفي يعني بعض اراء من التقرير جاهز؟ طيب ده خلونا نتاكد، ده يعني ده تصريحات مباشرة النهاردة ولا؟ طيب قبل يعني في إطار استطلاعنا للحالة في بورسعيد في انتظار الحكم، الحقيقة احنا نزلنا وقابلنا بعض من أهالي المتهمين وكان في بعض الآراء وعرضنا ما قاله أهالي المتهمين في بداية الحلقة. دلوقتي احنا نروح عشان نستمع لأهالي بورسعيد ازاي اتأثرت المحافظة، ازاي اتأثرت المدينة بعد الحادثة، رؤيتهم للتعامل معهم، هل يشعروا بالظلم، هل حاسين انه في اي محاولة لنبذهم مثلا او التعامل مع المحافظة وأهالي المحافظة بشيء من يعني بشكل سلبي. خلونا نتعرف على ما قالوه في تقريرنا التالي. بورسعيد اتأثرت طبعا باللي حصل وبالأحداث وبالموضوع الألتراس والكلام ده كله، طبعا التجارة وقعت خالص، الشغل بورسعيد زي ما انت حضرتك شايف برضو الدنيا بايظة خالص، فالدنيا اتأثرت أكيد يعني. كلنا اتأثرنا، مش بورسعيد بس اللي اتأثرت، والناس كلها بورسعيد اتأثرت، لأن احنا دي حاجة كبيرة مش حاجة بسيطة اللي حصل ده، بس هو المفروض الحق ياخد حقه، بس اللي عمل كده هو اللي يتحاسب. المفروض النائب العام مادام بيقول عنده أدلة جديدة مش المفروض يعلن تأجيل أو يعلن حاجة، ولا مستني لما تيجي المحاكمة وبعد كده يبقى يأجل أو يعمل؟ والله رأيي إن احنا نستنى لما نشوف إن كان الكلام اللي بيقوله حقيقي ولا مش حقيقي، إن في أدلة جديدة ظهرت ولا مفيش أدلة. ما هو كل الفترة دي الأدلة دي فين؟ ما ظهرتش ليه؟ فجأة كده خلاص الأدلة دي ظهرت؟ ده اللي احنا عاوزين نفهمه. بنتمنى يكون فعلا في حاجة جديدة. طبعا مش مع تأجيل، مع ان هم يدرسوا الأدلة ديت، يعني لو اكيد هيأجلوا عشان يدرسوا الأدلة، ولازم يدرسوا الأدلة ويشوفوا وينظروا فيها تاني عشان يعني نشوف مين الجاني الحقيقي، يعني احنا مش عاوزين حد يتظلم. والله سر المحاكمة هم بيقولوا ان في أدلة جديدة، طبعا احنا مصلحتنا ان يطلع أدلة جديدة، ويا رب يا رب الحقيقة تبان. والله احنا كل اللي نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى ان يدي لكل واحد حقه، كل واحد ياخد حقه، ان في شباب بقى لها سنه النهارده مدارس راحت عليها المدارس، راح يعني حرام، لا حرام. هي الاحكام مش هتعجب حد، لا تعجب بتوع بورسعيد ولا تعجب بتوع مصر، اي حال من الاحوال لا هيعجبوا بتوع القطز بتوع مصر هيعجبهم ولا هيعجب بورسعيد. انا بورسعيد ما قلت، بس اللي عملوا كده يتحاسبوا لو هيتعدموا في ميدان عام قدامي، لكن المظلوم، لكن هم اخذوا العاطل في الباطل، في ناس عملت، لكن في بورسعيديه ما لهمش يعني ما عملوا، حتى ما شافوش الماتش اتاخدهم في الرجلين. والله مصالحه الالتراس الاهلي ومصالحه الالتراس المصري لازم الاثنين يقابوا يقعدوا مع بعض،
هو ده الحل الوحيد، اللي هم يقعدوا ويشوفوا ويشوفوا فين نقط الغلط اللي في الموضوعين، تمام، عشان يلموا من هنا ويلموا من هنا. المفروض الاعلامي يمهد الطريق لفكره زي حته المصالحه ديت، بس ده طبعا بعد الحكم. كلام على المصالحة وكلام من واحد بين شباب بورسعيد بيؤكد هو بورسعيدي ومع انه اللي عمل واللي ارتكب الجريمة يتعدم، وان شاء الله يتعدم في ميدان عام وقدام الجميع وفي بورسعيد، ولكن بيؤكد على انه العاطل اتاخد في الباطل، وهم مش ضد العدالة ولكن ضد انه يكون في يعني ظلم وكباش فداء. الخبر العاجل والخبر المؤسف، مقتل 4 مواطنين واصابة 150 مواطن في الاشتباكات الدائرة حتى اللحظة حول سجن بورسعيد، ودي مشاهد مباشرة من بورسعيد. الواضح ان الزاوية دي ما فيهاش اشتباكات، ولكن حتى اللحظة 4 مواطنين و150 مصابين، بالإضافة إلى يعني مقتل 2 من الشرطة، ملازم أول أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، أيمن عبد العظيم الذي أيضا استشهد، ويعني إذا ستة ضحايا حتى اللحظة. أنا قلت لك إن هو دلوقتي يعني القضية ما خلصتش والشهداء ما خلصوش، ولازم أفكرك باللي أنا قلت لك في أول الحلقة حوالين فكرة إن دي أول قضية لقتل جماعي أو قتل جماعي يصدر فيها حكم، لان فيها مدنيين. عشان كده الموضوع مش هذا، لان المسؤولين الحقيقيين بعيدا عن هذه الاتهامات، وانه معروف ان الحكم ليس نهائيا، وانه يعني في كلام كتير، في تفاصيل كتير، لن يشعر احد ان العداله تحققت. العداله تحققت، ما سنراه هو مزيد من الغضب، مزيد من اهانه، او مش اهانة القضاء، مزيد من عدم الاعتراف باحكام القضاء، مزيد من عدم التصور. هناك محاولة، يعني هناك تدمير لكل ما بني في الدولة المصرية. هنا احنا رايحين لفين؟ احنا رايحين لمزيد من هذا العنف. هيئة السكة الحديد أعلنت تسيير قطار القناة حتى محطة القنطرة بالإسماعيلية فقط، يعني قطر القناة هيمشي لغاية محطة القنطرة اللي هي في الإسماعيلية وفقط، مش هيكمل لغاية بورسعيد. وده بيان صادر من هيئة السكة الحديد، ومش عارفين ده نتيجة تخوف من الهيئة أم إنه هناك قطع مثلا لخطوط السكة الحديد الموصلة إلى مدينة بورسعيد أم لا، يعني الصورة مش واضحة حتى اللحظة. وإن كانت بعض الجموع الغاضبة قامت أيضا بإغلاق مخارج ومداخل ومنافذ مدينة بورسعيد، بالإضافة إلى قطع الطريق الصحراوي بين الإسماعيلية وبورسعيد، وتحطيم مقر الكمين على مدخل المدينة الجنوبي. يعني ربنا يستر وربنا يعني يسلم، ونتمنى ألا يكون هناك مزيد من الضحايا ومزيد من الدماء التي تسيل في النهاية. كلمة أخيرة قبل الختام. كلمة أخيرة، أن يعني الثورة ما زالت في طريقها إلى تكسير كل محاولة السلطة بأوجهها الجديدة. الثورة ما زالت تدافع عن هذا المجتمع رغم الألام، ألام الموت والقتل، ورغم الذعر من العنف. هذه سلطة مذعورة، والثورة هي الشيء، هي القيمة أو الروح الكبيرة التي لم تهدأ رغم مرور 24 شهر في مصر. أشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الكبير أستاذ وائل عبد الفتاح، شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا، شكرا جزيلا. وفي استكمال لتغطيتنا النهاردة في سي بي سي مع الزميلة شيرين عفت بعد انتهاء البرنامج، شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة بإذن الله.